بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزا ومواساة إلى محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي عزاه فيها بوفاة ابن عمه سالم بن ماضي. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للمحافظ بن ماضي وجميع أفراد عائلته بمصابهم الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.